تحية لكل اللي بيتابعوا موقع الفن. منقدم لكم حلقة جديدة من توب 10 الفن اللي بتحمل هالجمعة مفاجآت عديدة، من دخول 4 أغاني جديدة على المنافسة، بالإضافة لتفاوت بنسب الاستماع بين الأغاني على يوتيوب ولايف ستريمينج وتطبيقات الموسيقية، والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بداية بالمرتبة 10 نيو انتري غنية البنوك ردولي مالي لفادي اندراوس، يلي نقل من خلالها معاناة الناس بهالظروف بظل أزمة الدولار بلبنان، وصور كليب مع المخرج داني داندن. ثورة عم بتطالب والشعب رح يفل. بالمرتبة 9 رامي عياش بيدخل التوب 10 هالجمعة من خلال غنيته الجديدة يا حب يا صعب بعد غياب طويل، واختار رامي طرح هالغنية بظل التزام العديد من الناس الحجر الصحي. هل لحن لسمعته ولا عزفته. بالمرتبة 8 نيو انتري غنية الحمد لله لعيسى المرزوقي لطرحها على التطبيقات الموسيقية، ونالت استحسان كتار من المحبين اللي اشتاقوا لأعمال المرزوقي وأجواءه المرحة بالأغاني. وتمشي تضحك في الجنازة مردوها عادة. بالمرتبة 7 بيتقدم حسين الجسمي مرتبتين هالجمعة بعد ما دخل الجمعة الماضية على المنافسة من خلال غنية بنعدي اللي بتحمل رسائل عديدة من الأمل والتفاؤل بظل هالمرحلة الصعبة اللي عم بمر فيها العالم. بالمرتبة 6 بتتقدم غنية خليك بالبيت لناجي القصة مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة 8 الجمعة الماضية، وطلب ناجي من الناس الالتزام بالحجر الصحي بظل تفشي فيروس كورونا لحماية أنفسهم وكل اللي بيحبون. القصة ما بدها نود يا أبضيات. أما بالمرتبة 5 نيو أنتري غنية إليسا هنغني كمان وكمان اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقايق قليلة من طرحها، وفاجأت إليسا الملايين بإطلاق غنية من ألبومها المنتظر بمشاركة هيفا وهبي بالفيديو كليب، من خلال اتصال بالفيديو مع إليسا يلي حبت تسمعها غنيتها الجديدة باعتبارها مقربة لها بالفترة الأخيرة، وهالجمعة كانت مفاجأة كبيرة للمتابعين. بالمرتبة 4 بتتقدم غنية انتو املنا للسوبر ستار راغب علامة 3 مراتب هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة 7 الجمعة الماضية، واللي وجه من خلالها تحية للطاقم الطبي والأجهزة الأمنية في لبنان. وبتتعادل غنية راغب علامة مع غنية كارول سماحة مش هعيش اللي بتتقدم مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة 6 الأسبوع الماضي، وحقق الفيديو كليب مشاهدة عالية اللي صورته بباريس مع المخرج جاد شويري. واللي فات من عمري هعتبره تسارة. أما بالمرتبة الثالثة بتتراجع غنية عمرو دياب هيعيش يفتكرني من ألبومه الجديد سهران مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى، وبعدها عم بتحقق غنيته النجاح رغم مرور شهر على طرحها. وعملت اللي ما حدش عمله. بالمرتبة الثانية بتتقدم غنية حسن شكوش شارع أيامي من مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الأسبوع الماضي، وأظهر حسن شكوش أداء مميز وإحساس نقل من خلاله الحالة المأساوية بالمسلسل. أما بالمرتبة الأولى بتتصدر غنية شيرين عبد الوهاب مش قد الهوى، وبتتقدم 4 مراتب هالجمعة بعد ما دخلت على المرتبة 5 الجمعة الماضية، واللي بتعود من خلالها شيرين على الساحة الفنية بغنية رومانسية حققت من خلالها نجاح كبير على مواقع التواصل والتطبيقات الموسيقية. لهم بتكون خلصت حلقتنا هالأسبوع، من رح يتصدر ومن رح يتراجع موعدنا بيتجدد الجمعة الجاية بنفس التوقيت. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.